مع المحلل السياسي الاستاذ عدنان منصور المضاحكه لا يمل وريال يعني محنك لا حبيبي وكشخ الحين وهدت الاعصاب بس الك دازين ذيك اليوم مقاله واحده اختنا رانيا السعد كاتبتها تقول ان السياسي يموت كل يوم او كل لحظه اول سؤال هذا هل تحليلها صح؟ صحيح هذا كاتب هندي كتب او كاتب بريطاني كتب كتاب السياسي هندي برلماني هندي قال ان في الطبيعه يموت الانسان مره واحده لكن السياسي يموت كل يوم بمعنى شنو؟ تطرح موضوع مهتم في الموضوع ويفشل الموضوع هذا كأنه يتكلم برمزية الموت يعني وكذلك ينقهر إذا شاف فساد ينقهر إذا شاف تقصير المسؤولين هذا هو الموت المقصود فيه ففعلا الإنسان اللي عنده ضميره حي وقلبه على الديرة يعني يشوف أشياء محبطة ولكن الحل أن هذا الشعور السلبي كان محبطة يتحول إلى عمل سلوك إيجابي اللي هو بالإصلاح والدعوة للإصلاح بس احنا يا اخي وضعنا بدولة الكويت الحبيبة يعني فانتاستيك يعني ما انا الحمد لله قوانين وتشريعات افكار مبدعين براءة اختراع نساء عقليات رجال حتى غير الكويتيين حتى البدو كلنا عندنا يعني كل الشخصيات حتى اللي طلعت من دولة الكويت راحت العالم ابدعت يعني ما ينقايل الدول يعني احنا شنو ليش كلنا يعتونا بالفساد شنو الفساد اللي عندنا هل بالمناقصات فقط نعدل قانون المناقصات هو الطموح الوطني دائما يكون يعني فساد مالي قصدي إيه الطموح الوطني اكبر من الواقع دائما شنو الطموح شنو الطموح الوطني ان نكون برغم الايجابيات نكون افضل ونكون احسن يعني من راضي مثلا كويتي راضي عن ملف الاسكان ما حد راضي لا بس مثلا ذيك اليوم مشروع عبد الله مبارك طلع لنا فيه الزراعه تروح تشيل الاشيار يا استاذ المضحكه الزراعه مهمه للانسان الزراعه يمكن ازرعها مره ثانيه لكن الزمن اللي قاعد يضيع الانسان في انتظار البيت الاسكاني وصل 20 سنه 15 سنه هذا عمر المواطن عمر اسره كامله في بلد في امكانيات في اراضي فاضيه في ميزانيات عظيمه ماكو مبرر لا ذاك اليوم الدكتور الاسيري اللي صارت وزيره الشؤون هي مو إيه قالت إن يعني البيئة العالمية يعترضون 80,000 شجرة شيلها أزرع مكانها 200,000 وغبار وحالة أزرع مكانها 200,000 شجرة الصين زرعت حوالي 5 ملايين شجرة أزرع 5 أزرع إحنا دولة نفطية كل أراضي فيها نفط شلون تزرع أزرع يعني ما نسكن يعني ما مواطن ما يسكن بسبب النفط يبقى النفط تطور صار الحفر الآن على الجانب حفر يعني زين ليش عليه دموا مشروع الصوابر السكن اللي كان شقق ايام الدكتور هو تجربه ابراهيم الشاهين وفريد العجيل وفوزان لأن اي ارتفاع راسي في العالم كان يكون معه لوازم قانونيه معه اللي هو السكان يتفقون على قانون ينزل قانون للتنظيم تواجد السكان اللي يسمونها اتحاد الملاك فقد فمات المشروع فقد اتحاد الملاك فلازم يكون معاه تشريع ثاني مناسب اللي هو قانون اتحاد الملاك موضوع ثاني غير الاسكان مؤشرات الفساد العالميه اللي قاعد بس الكويت هذه بعد مو احنا نقولها يا رجل والله انا ماني شايف فساد شنو فساد ما عندنا يعني هذه صراحه الله يسامحك هذه اقول لك انا من يلبس نظاره ما بيقول نظارتي هذه من يلبس اي نظاره وطنيه قلبه على الديره حلو هالتعبير هذا يكتشف ان الفساد موجود زين انت الحين يسمي الواحد مشروع اصلاحي بس انتوا ينادونكم ما تقبلون لا وزراء لا ترضون تصيروا نواب لا في من هو احسن منا وافضل منا ولكن نقول لهم مجموعه زين على طاري احسن منا كم نسبه التغيير بتوقع من السمه القادمه؟ شوف اكو تغييرين مطلوبين مو تغيير واحد الشعب يغير بنسبه معينه قد تصل الى 50% واتمنى هذا الشيء والحكومه تغير غير النهج لا غيرت الحكومة الآن ما شاء الله قاعد نسمع الحين متفائلين جدا رئيس وزراء الشيخ أحمد نواف الشيخ نواف ما شاء الله عليه حامل مشعل صاحب السمو الشيخ مشعل وقبل الشيخ صباح الخالد كلهم ما قصروا رئيس وزراء السمو الشيخ أحمد النواف متفائلين جدا فيه الدكتور محمد صباح سالم يمكن يقدم بعد مطلوب أن الوزراء الحاليين يعيشون هذه الجو هذه المرحلة السؤال الثاني البطاقة المدنية تؤيد التصويت فيها أم لا أم بس الكشوف تنحذف يعني قصدي يرجعونها مكانها ولا بالبطاقه تنعاد هو في اشكاليه ترى اشكاليه قانونيه الجلاوه الانتخابيه ما تمس لكن انت ممكن تعيد تنظيمها حسب البطاقه يعني تأيد الزبده بالبطاقه ولا يرجعون كل واحد منطقته اول شيء يعاد يغربل القيد حسب البطاقه المدنيه
يعني يدشون على القيد يسلقون عدنان المضحكة ها قاعد يسوي في الدائرة الأولى بس بطاقته بالدائرة الثانية اوتوماتيكي ينقلني اوتوماتيكي ينقلني فأنا أروح غصبا علي أنتخب بالثانية ما أنتخب بالأولى لأني يعني ليش راح الأولى ليش راح الأولى عندك ملك هناك لا يمكن شخص مقتنع فيه رجل أو امرأة ينقل حسب الشخص ما يجوز ليش لا هو على على العنوان السكني مختيارات اختيارات في الصندوق يمكن له واحد أبوه عنده بيتين ثلاثة واحد ولد عنده بيتين ثلاثة عادي يثبت إنه عنده بيتين ثلاثة لكن اللي ما عنده بيتين ثلاثة يأجل عقد إيجار لمدة شهر يعدون على البطاقة وينتخب في الأولى أنا جنب النائب جنب الناخب بالأولى إني أجي من برا وأدخل باختيارات هذا مو صحيح هو في النائب في الدائرة الأولى حر في اختياراته من مثله وأنا حر في اختياراتي في دائرتي مو دائرة غيري ما يحق لي أخذ حقوق الآخرين زين أقول لك هذا ممثل الدائرة الأولى لكن حقيقة الأمر لا أي الناس من برا اختاروا هذا مو ممثل الدائرة الأولى هذا سرقة واغتصاب للإرادة الشعبية في الدائرة الأولى زين السؤال الثالث انتخابات الفرعية يعني حق يعني كل الطوائف التيارات التجار كلهم يصفون ليش لما تيجي عند الفرعية عند القبائل تزعلون هذا قانون في البلد موجود غير القانون قانون جرم انتخابات الفرعية وضع الأسباب منطقية توها صارت بالبلدية أسباب منطقية الآن جت الإدارة الحديثة الحكومة الجديدة شددت أحية القانون هذا وأحيت تطبيقه والرقابة عليه وهذا هذا من القوانين التي يطبق مسبقا يطبق مسبقا لا لاحقا يعني مو عقب سنة انتخابات فرعية أنت مثل الحين لأن أنت اعتبرتها جريمة انتخابية إذا أنت الحكومة عليك تمنع هذه الجريمة مسبقا ما تنتظر وقوعها من أي إجراءات الحكومة في هذا الاتجاه زين بسألك أنت بساعة تقول مجلس ناري ما عمره استمر مجلس ناري شنو احنا راح نستفيد الشعب الكويتي يعني مثل يقول بين حانة وما نضعت لحانة النفس اللي عنده سلطة تنفيذية في الإصلاح وقبول الإصلاح من الرأي الشعبي هذا المطلوب إيه بس ناري ما نقدر ما تمشي الديرة يا رجل يعني كلهم يهاوشون ما في واحد على هذه جفة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون وفينا هون عنه يعني في ناس اقتراحات إيجابية قاعد تموت في الأدراج ليش؟ أنا أعطيك مثال الحين مثال بسيط الآن ما طلع قرار من زمان سابقا عن طريق مجلس الأمة ومبادرة من صاحب السمو السابق رحمة الله عليه صاحب السمو الأمير السابق أعطيك مثال بسيط اللي هو كبونات البنزين للناس إيه هذا والله تمنينا ما تطبع لا مش هذا القرار نايم في إدراج الحكومة أكثر من 5 سنوات هذا يلا وين التطبيق بس هم يقولون إنه هو يعني اقتراح بقانون ما سوت عليه كان في اتفاق لا لا أدري بس ما صدر مرسوم فيه سألت أنا المهم سيدي الحين صارت انتخابات وصار 50-50 والرئاسة شنو وضعها الحكومة ما راح تصوت الرئاسة الحكومة والشيخ مشعل والله عمره أعلن النهج الجديد الحياد إيه؟ ستكون المعركة برلمانية وهذا المطلوب من زمان يعني راح تقبلون فيها لا مطلوب من زمان إذا حكومة عليها الحياد صح. الحياد في انتخابات اللجان وحياد في هذا روح الدستور تترك الشعب إرادة أنت الشعب ما يتدخل بالحكومة ما يتدخل بالسلطة وأنا ما جاوبتني سيدي العطال منصور المضحكة ولا يتدخل بالغضاء قلت لك صار 50-50 و49 قالوا إي و50 قالوا لا حق واحد أو العكس ونجح الرئيس سواء الحالي أو غيره اللي ما تبي المعارضة شنو راح تقولون كلامي واضح تقبلون ولا لا كلامي واضح أنا أقول لك أنا ما مثل المعارضة أقول لك أنا مراقب للوضع إيه يعني قصدي ناصح أنا أقول لك حبيبي الإرادة الشعبية هي تختار رئيس مجلس الأمة فقط نقطة الإرادة الشعبية موضوع حطر مجلس الأمة بين النواب 50-49 ما أقول 50 إن في واحد راح يصير وزير 49 نائب راح يختاروا رئيسهم خلهم بحالهم والحكومة تقبل النتيجة أي تدخل حكومة في انتخابات رئاسة وانتخابات اللجان هذا اعتداء على الإرادة الشعبية بالدستور يحق لها الحكومة تصوت أنا أقول بس مكرم أميرية روح الدستور هي. روح الدستور أنا وهذا النهج اللي سمعناه من الشيخ أنا حيادي زين اللجان والكرة بملعبكم يا مجلس الأمة يا شعب الكويتي أحسنوا الاختيار قال أحسنوا الاختيار وإذا ما أحسنتوا فأنا اللي حق زين اللجان البرلمانية نفس الشيء لا والله الحكومة ما ترفع زين الحكومة تريد إرادة شعبية حرة تتحملها وتحترمها
احترام كامل، ما في احترام منقوص. توقعك نسبة الحضور بالتصويت كم؟ أقبال شديد. كم بالمية؟ أقبال شديد، أعتقد راح يوصل 70-75%. الله. إن الشعب. المرأة. الشعب. عرف ولا راح ترجع؟ كويتية. يرشحون قليلين، بس فرص النجاح المرأة بالكويت أعتقد محدودة، والسبب إن اللي سبق اللي صار داخل مسلمة ما يشجع على مشروع. بارك الله فيك. شكرا سيدي. زين بسألك سؤال والاستجوابات ان شاء الله تخف اذا جت، يعني يا مجلس ناري راح نرتاح من الاستجوابات. ما في مجلس ناري نرتاح من الاستجوابات. والله في سلبيات الناس بيعدلونها. لا اذا مجلس المعارضه اذا تعد خلص المعارضه اي ما يحتاج بعد ما يحتاج استجواب. لا لازم تعمل ذوب حقك. ليش؟ الوزير اللي اشتغل عدل ما يحمل الاستجواب. وفي وزراء خلصوا استجوابات واستفادوا. خلي يستفيدوا من الاستجواب وزير الترك، هذا نقل التشكيل القوي الامين، يجيب القوي الامين ما خلص. زين واذا يا مجلس معارضه توقعك يستمر؟ يستمر يا رب. لان المجلس الجاي راح يتقدس المجلس الماضي وينزل جنب السلبيه. شكرا سيدي. الرئاسه لها دور رئاسي. يا رب من ترشح الى الرئاسه؟ ما انطر النتيجه ما تطلع بعد يوم الانتخابات. لا منو الجدد الاول حتى تنسحهم ينزلون؟ استاذ عدنان المنصور الحضاري. كل واحد يرى نفسه في قدره وحماس الاصلاح يقدم. تؤيد رئيس قديم ام جديد؟ لا محتاجين جديد. الله، يعني ما كان عضو حاليا؟ لا مو غير عضو، مو عضو، محتاجين جديد. رئاسه طلعت في ازمه رئاسه قويه كانت. ونائب الرئيس امين السر الصدوق. سابق حق يلا شكرا سيدي والى الامام يا كويت. مدار السمر. مع السلامه.